أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف الخلاص من فتنة المسيح الدجال وقد أجر الله على يديه المعجزات؟ ما هي معجزات، هذه خوارق شيطانية، معجزات للأنبياء، المعجزات للأنبياء. فالخارق للعادة إن جرى على يد نبي فهي معجزة، الخارق يكون معجزة لهذا النبي، وإن جرى على يد عبد صالح أو كرامة من كرامات الأولياء، وإن جرى على يد كافر أو شيطان فهو استدراج والعياذ بالله، استدراج. نعم.